أهلا بحضراتكم من جديد. الأشياء المحلية هذه المرة وفي إطار الاحتفالات بعيد القيامة، كل المحافظين في مختلف المحافظات المصرية حرصوا على الذهاب إلى الكنائس الموجودة في نطاق محافظاتهم وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، فضلا عن الكهنة ومسؤولي هذه الكنائس تقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة في هذه الأثناء في ظل الاحتفال بعيد القيامة، وكذلك الاحتفال بشم النسيم قريبا، وكذلك قرب حلول شهر رمضان المعظم. كل عام والجميع بخير. هذه المرة في محافظة سوهاج، محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري أيضا كان حريصا على هذه المتابعة. نحن سنتحول الآن مباشرة إلى سوهاج مع الزميل أحمد الأفيوني الذي سيضع صورة ما جرى خلال هذا اليوم، وله لقاء أيضا مع محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري. تفضل أحمد. تحياتي لك أحمد وتحياتي للسادة المشاهدين، كل عام وكل مصر وأقباط مصر بألف خير وسلامة. بالفعل كما ذكرت تواجد الآن في محافظة سوهاج وبالتحديد من داخل مطرانية الأقباط بمدينة أخميم بوسط مدينة سوهاج. يعني هذه الكنيسة الآن تستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج في خلال زيارته لعدد من الكنائس والأديرة هنا في المحافظة لتقديم التهنئة لأقباط محافظة سوهاج بعيد القيامة المجيد. للمزيد من التفاصيل دعني أحمد استقبل معك وعبر الهواء مباشره الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج. دكتور احمد، في البدايه برحب بحضرتك، كل عام وحضرتك واقباط مصر واقباط سوهاج بالف خير وسلام. كل سنه وكل المصريين طيبين اقباط ومسلمين، عيد قيامه مجيد علينا جميعا. حريص النهارده ان ابقى وسط اخواتنا الاقباط ابناء الطوائف المختلفه في الطائفه الانجيليه والطائفه الارثوذكسيه والطائفه الكاثوليكيه. لازم نتشارك معهم هذا اليوم المميز في تاريخ مصر، وبنشوف قد ايه كل قيادات المحافظه موجوده وسطهم، القيادات التنفيذيه موجوده بالكامل، القيادات البرلمانيه موجوده، القيادات الشعبيه، كلنا بنتشارك مع اخواتنا المسيحيين هذا اليوم الجميل. بنشوف قد ايه السعاده بيننا وبين بعض، وقد ايه روح التسامح اللي موجوده والاخوه اللي ما بيننا وبين بعض. دكتور احمد، يمكن كما ذكرت حرصت اليوم على يعني الذهاب لعدد من الكنائس هنا في محافظه سوهاج لتقديم التهنئه يعني بصحبه عدد من القيادات الشعبيه والتنفيذيه هنا في المحافظه، الرساله التي بتبعث بها من هنا من محافظه سوهاج لاقباط المحافظه. الرساله واضحه ان احنا ايدينا في ايدين بعض، هنحافظ على بلدنا، ايدينا في ايدين بعض هنبني بلدنا. ان احنا من كام يوم كنا بنحتفل بالتعديلات الدستوريه، عيد تحرير سيناء، داخلين على رمضان، كل دي مناسبات بيتشارك فيها الشعب المصري، بيتقاسمها مع بعض، بنتقاسم الفرحه مع بعض. احنا حريصين على ده لان احنا بايدينا بنكتب تاريخ بلدنا الحديث، كلنا خلف قيادتنا السياسيه بنتحرك لقدام، بنساهم في بناء بلدنا وبنحافظ عليها يوم بيوم، وبنحافظ على كل مكتسب بيحصل، بندي رساله للعالم كله قد ايه المواطنه في مصر مش كلمه، هي معنى وممارسة حقيقية بيننا وبين بعض كلنا. دكتور أحمد، يمكن أعلنتم منذ أيام قليلة عن رفع استعدادات القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيدة وأيضا استقبال أعياد الربيع، يعني لو تحدثني عن دور المحافظة في يعني والاستعدادات التي استعدت بها المحافظة لاستقبال أعياد الربيع غدا إن شاء الله. هو طبعا الفترة دي فترة تزامن أعياد متتابعة مع بعض، يعني بيؤدي في فترة أجازة طويلة متوقعة خلال الفترة اللي جاية. كافة الأجهزة التنفيذية كل في نطاقه، يعني وزارة الداخلية عليها عبء كبير جدا في تأمين الكنائس والاماكن الاحتفالات. الفتره اللي جايه برضو وزاره التموين عليها دور كبير، وزاره الصحه، كافه الجهات التنفيذيه في المحافظه عملنا خطه متكامله ورافعين درجه الاستعداد للدرجه القصوى علشان نقدر نستقبل الاعياد، وان شاء الله ما يبقاش في اي احداث تستدعي اي تدخل، ان شاء الله تعدي بسلام على كل المصريين. دكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. اذن اعزائي المشاهدين، يعني كانت هذا هو لقاءنا مع الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج حول يعني زيارته لعدد من الكنائس والاديره لتقديم التهنئه لاقباط محافظه سوهاج بعيد القيامه المجيد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، طيب المشاهده وعوده بكم مره اخرى لزملائي في الاستوديو. اليك احمد مره اخرى. شكرا جزيلا لك احمد الافيوني مراسلنا على الهواء مباشره من محافظه سوهاج، الشكر كذلك لمحافظ سوهاج الدكتور احمد الانصاري. كل عام والجميع بخير. في شان اخر تحديدا في السودان، اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحريه والتغيير التي تقود الاحتجاجات على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري ومدني. قالت مصادر سودانيه ان الطرفين قررا عقد اجتماع ثالث اليوم بعد ان قطعا شوطا من التفاوض خلال اجتماعين سابقين تم عقدهما بالامس. قال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي ان النقاشات تجري بايجابيه كبيره بين جميع الاطراف، هذا
فيما يتعلق بالأفق المرتبط بالحل السياسي للتطورات الجارية في السودان في ضوء الدعوة لتفاوض مباشر بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقد أكد بدورهم ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير أن هناك أجواء إيجابية سادت هذه الاجتماعات، فضلا عن إيجابية ما تم طرحه من رؤى حول تكوين المجلس السيادي وعدد أعضائه ومستوى التمثيل فيه ما بين المدنيين والعسكريين ورئاسته وصلاحياته، هذا فيما يتعلق كما استفنى بإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف المختلفة في السودان، القوى السياسية والمجلس العسكري الانتقالي. العميد سمير راغب رئيس المؤسسة الأمنية للدراسات السياسية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. سعادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك. الصيغة التي تم الوصول إليها حتى وإن لم تكن تفصيلية يفترض أن ذلك لنقاش لاحق، إلى أي مدى يمكن أن تفضي إلى استتباب الأوضاع هناك في السودان؟ هذا سيد أحمد لا شك هو مجرد الجلوس على مائدة التفاوض ما بين رفاق الوطن الواحد هو شيء إيجابي. والحقيقة كان بدايات يعني موقف تجمع إعلان الحرية والتغيير برفض فكرة الجلوس أو الإعلام من طرف واحد كانت خاطئة. أما الآن فجلسوا وتقدموا ب 18 اسم كحكومة كفاءات وطنية، ودي أعتقد لن يكون فيها خلاف، وإن كان هناك خلاف سيكون ما بين القوى السياسية نفسها وليس مع المجلس العسكري المؤقت. أما فيما يتعلق بالمجلس السيادي فأنا أعتقد هو الآن هو أعتقد على يعني هذا كان المطلب الرئيسي، لأن كان كثيرا ما كان المجلس العسكري الانتقالي يقول بإمكانكم أن تشكلوا الحكومة المدنية حكومة تكنوقراط كما شئتم، لكن قوى الحرية والتغيير كانت دائما ما تتحدث عن المجلس السيادي الذي يصاغ تشكيله وتم التوافق عليه. هو الآن يعني كان أول مقترح منهم كان بيحوي 2 فقط، حمدتي والفريق عبد الفتاح البرهان. نعم. عبد الفتاح البرهان الفريق الاول عبد الفتاح البرهان كنائب لرئيس المجلس السيادي، والمجلس السيادي باقي اعضائه مدنيين. فده رفض من الاول حقيقه، ثم تقدم الفريق الكباشي بمقترح ان يكون 3 مدنيين و7 عسكريين، ثم تقدم اعلان الحريه بان يكون 8 مدنيين و7 عسكريين. فالحوار الان على المحاصصه داخل المجلس السيادي، ولكن فكرة قبول المجلس العسكري المؤقت المجلس المشترك اللي هو يعني المجلس العسكري يعني يحل ويصبح مجلس سيادي مشترك في حد ذاته خطوة إيجابية من المجلس العسكري المؤقت. لكن اللي أنا عايز أقوله للأخوة في السودان هي الفكرة مش في العدد، الفكرة في أن يمثل إعلان الحرية والتغيير بممثلين يشاركوا في الحكم، لان هو مش برلمان. يعني فكره المحاصصه ان يصبح للمدنيين الحصه الاكبر او للعسكريين الحصه الاكبر، انا اعتقد يعني دي مش المقاربه السليمه. المقاربه السليمه هي ان المجلس يحوي الجميع. والحقيقه اعلان الحريه والتغيير له طلب انا اراه ممكن قبوله، هي فكره ان تشكل المجلس ان تصبح الفترة الانتقالية 4 سنوات. وأنا كان هذا السؤال التالي مباشرة، الخلاف على أو تضارب الرؤى مثلا بين رؤية المجلس العسكري الانتقالي التي تتحدث عن فترة انتقالية 2 سنوات، في البداية كان البعض يستكثر هذه المدة ويقول أنه ليس هناك مدة انتقالية تصل ل2 سنوات، فإذا بالقوى السياسية تقريبا مجتمعة تطالب بفترة انتقالية تصل ل4 سنوات، وهناك من يقول أنها يتعين أن تكون أدنى من ذلك، موطن الخلاف أو منشأ الخلاف أين يكمن سيادة العميد؟ هو حالة عدم الثقة الحقيقة، يعني هو يعني ودي بأزماتنا الحراك المفاجئ أو التغيرات المفاجئة في مسار الدول، هي فكرة هو يرى أن المجلس العسكري إن ظل بصيغته العسكرية ربما يعني لا يرحل بعد 2 عامين أو بعد 2 عامين يعني يسيطر فيصبح يعني كيانا منتخبا، أو لكن من ناحية أخرى يرى أنه كمدني إذا استمر 4 سنين تتاح له فرصة في أن يمهد لحياة سياسية سليمة. فالتناقض ده بيوضح فعلا، وأنا أحيي سيادتك، هي فكرة كيف تتناقض ما بين 2 عامين أقل في حالة وجود المجلس العسكري وفي حالة وجودك تطلب بها 4 سنين وربما تزيد. هي الفكرة المرحلة ليس بطول الفترة ولا بقصرها. صحيح. المرحلة باستكمال الاستحقاقات الدستورية. الوضع على الجميع ان يعلم ان هذا الوضع استثنائي، هو وضع مؤقت،
نعم. القضية أن يدرس الجميع كيفية الوصول بالسودان إلى رئيس منتخب، إلى برلمان منتخب بإرادة شعبية. نعم. برلمان يحوي الجميع بدون إقصاء، رئيس صحيح. ينتخب بشكل شفاف وديمقراطي. نعم. ثم بعد ذلك يعني إن كان هناك رغبة في تعديل الدستور. أما الآن وأنا من وجهة نظري ويعني والصادق المهدي أنا وأنا يعني يعني ربما لا أشاركوا الرأي ولكن أشاركوا الفكرة، فكرة لابد من إعلان دستوري مؤقت يشترك فيه المجلس العسكري مع المدنيين حتى لا يكون هناك فراغ دستوري في 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 أن هناك فراغ دستوري. هو المجلس العسكري هو لأحد الدساتير نعم. في تاريخ السودان الأكثر للقبول مع تعديل بعض المواد الخاصة بالحكم والمجلس. طرحت المسألة في البداية منذ إعلان الوزير عوض بن عوف عن هذه الخطوات أنه تم تجميد دستور 2005، ثم بعد الإطاحة بعوض بن عوف أو استقالة عوض بن عوف قال عبد الفتاح البرهان وحمدان حمدو حمدتي دجلو أن العودة لدستور 2005 ستكون حتمية إلى حين الوصول إلى صيغة التي أشرت إليها العميد سمير راغب الخبير الأمني والاستراتيجي منضما إلينا عبر الهاتف. أشكره شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم أيضا على طيب متابعتكم. موعد إخباري مفصل عند رأس الساعة بإذن الله.